اسمح لي واش هو هذا الفريق اللي صوب ماطا؟ هو هذا الفريق. مباشر إذا كان ممكن تقول شي كلمة على الفريق اللي صوب ماطا. محمد سعيد محاسب مليت رئيس. هي هذه ماطا ياك؟ هي هذه ماطا. هذه اللي غادي يديوها غدا اللي يربحها. عطينا شي واحد يتكلمنا على كيفاش كيصوبوها. محمد سعد محمد سعيد تبارك الله بخير. معك هذا المباشر لكن ممكن تعطينا شي كلمه على الفريق ديال الاعداد ديال هذا المطاع. مرحبا. العمليه اللي كيفاش كتتم العمليه؟ مرحبا هيثم. اجي واجو كامل اجي واجو خويا هيثم. اجي عند بنتي سعيد. اجي فاطمه الزهراء. اجي خو كامل هيداش. اجي كازدار معاه واخا صافي سالي. الفريق منين كيفاش كيتكون شحال الافراد؟ حنا 15 بينا. والعمليه كيفاش كتتم العمليه؟ كنلصقوا عبر الهاتف وكنلصقوا بيناتنا عبر الاجتماعات. كنعملوها دوريه باذن الله في النهار كيفاش غادي نخدموا مع الخياله كيفاش غننظموا لي زافيتي اللي جاو عندنا كيفاش غننظموا الصواري كيفاش غادي تدوز. كنقسموا الشغل بيناتنا والاخوان كل واحد فين صبر. وهذا ماطا كيفاش كيصوبوها؟ كيفاش كيصوبوها؟ ماطا دابا ماطا كيتكلفوا بها الناس القبائل كل مرة من كل قبيلة وكيتجمعوا في الدار الشريفة في الهنايا وكيعدلوها وكيجيو عندهم الخيالة وكيجمعوهم وكيهبطوها بحال عروسة تريبي راه فيها المنصة وتما كيطلع شي واحد من الخيالة من الأرض موالي القبيلة كيسلموها له وهو كيسلمها للخيالة اللي لعبوا بها. كيلعبوا بها حتى النهار الآخر ولا؟ لا يوميا. يوميا كيلعبوا. النهار الآخر كتكون سبيسيال. كتكون المسابقه النهائيه. النهار الاول والثاني كيكون الناس غادي يسبقوا. دابا غادي يهربوا بها شي واحد. يسلم شي واحد يهرب بها. ضروري. لا كامل بهم. انا كل سربعه تهرب بها بوحديتها وتردها. ولكن غادي يهرب بها 100 مره. هذا الاستعداد دابا الاستعداد غدا كتكون النهائي. غدا النهائي ان شاء الله. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. شكرا. الله يفارق العمل. جيبوها تبارك الله عليك. قرب قرب شويه قرب قرب شويه نهضر معاك قرب. سير في عبد القادر تبارك الله وتكلم على المشاركه ديالك في هذا. عجبنا الشهاده وعاش الملك الحمد لله. شحال دابا انت كتشارك هنا؟ شحال مرات؟ دابا المره تجيبها ياك؟ اش عيل مليح وقالوا لي ما نشوفوا عمي السلام. Yeah.
طعم مليحه. Thank you.
mundo lo hace. Pero acá. Acá. ¿Y tú ahora dónde vives? ¿En Tánger o en Marbella? En Perú, man. ¿Se llama Pino Val? ها واخا كيفاش كانت المشاركه ديالكم اليوم انتم عابكم الفرصه ديالكم النشاط وكان ها شويه وخايلوا لك شي اشياء من القاضي اخا السويدي معروفين حنا كان عندنا جوج الخايل كان عندكم الخايل في عندنا الخايل كيف الطريق ديال الستينات وشكون اللي كان شكون اللي حرق عليهم جدي هذا انتم خديتوا بعد خديتوا هذا الحبيب Thank you.